تعال وسع. لا خليها بشلح. برد 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 بوز. كيف كان سفرك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. قلت طعمه بالطيارة فرطان من الجوع، ميت من الجوع. صار لي نهارين ما ليك. شو بسخن لك؟ ما تسخن لي شيء، خلص انا بقوم لحالي. لا انا بقوم لحالي طلع شو بدك. طيب هوني في البلد قوم سخن اللي بدك يعني. في حمص ثلاثة. والله ثلاثة هذا من ايمتى جايبينه؟ والله باين عليه بعيد كني شوي. لا لا الله وكيلك لسا اليوم جبنا الصبح فطرنا منه. شو بيت ما بيت؟ بعرف هيك برد؟ كان امبارح. اها بعتقد ابو الفلافل بياكلون اياها ما فلافل بيت. هذا لهون جاي اليوم من السفر يريح انا. شو فيها يعني؟ انا لسه من اخته ومصروف اخته ماني خلصان، لسه جايني هو ومصروفه يصير مصروف زياده علي؟ لك يا ابن عم هو هاليوم واحد جاي يريح عنا ويروح بس نهار. ايوه 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 نهار واحد قلتي لي انا مبالي ساعة ربع ساعة نص ساعة نهار بأكمله نهار بأكمله. لك نحن مهاجرين مسافرين اليوم رايحين هلا مطيبين جناتينا ومسافرين رايحين لاجئين على غير دولة نروح على غير منطقة. بدنا نهج بدنا نسافر بدنا نطير بدنا نعلي. لا يا حتى بس اليوم ايش بس اليوم؟ لحين عن وجه على وجه اخوكي ما ناقصني غير اخوكي كمان بالبيت. يا يوم على الله صار لي شهر مخبيه مشان اكله. اخر شيء انت تيجي تاكله وانا صار لي شهر كل يوم اقول اليوم عيفه بكره عيفه طول اليوم بدله طول بكره بدله طول اخر شيء انت اكلته طول لا خلصيني من جوزك. شو خلصيني؟ انتوا خلصوني من كنت نيتكم. لا تطلعوا من حياتي اثنيناتكم طلعوا من حياتي بس خلص روحوا. طبعا ايش الموضوع؟ الموضوع ليش اكلت الفلافل يعني؟ الفلافل من برا جاي فهمنا جاي بارد عنا جاي تاكل عنا كمان؟ انا كنت جوعان جاي تاكل عنا كمان؟ جوعان في برا 1000 مطعم بس افهمك 1000 مطعم برا تاكل لك في 1000 مطعم برا تاكل منه انا بكره جاي تاكل عندي؟ لك يا ابو عزام انا جيت من سفر جوعان سالت اختي ايش اكل؟ حدا بيجي من برا جوعان؟ حدا بيجي من برا جوعان؟ بيجي على بيت عالم جوعان؟ هذا بيت اختي مو بيت اختك، بيت اختك بيت وقت كانت عندك، هون صار بيتي هذا. بس يا ولدي خذكم جوا فلافل. لانه مال ابوه مال ابوكي لانه خلص طول بالك مال ابوكي خلص طول بالك فتح لي تسكية هون خلص طول بالك انت كمان برجع لك لا برا يلا ايش ترجع ما ترجع؟ شكيتك انا ما عم بصدق على الله تجيني هالفرصه ان شاء الله خلص منه هاي خلصنا بس هي جوك ايش بدك كمان؟ لك بس حطيني شاكيت خلينا نروح على البيت لك بدك تصبط بدك تصبط انا سمعتنا حافين
لا خلاص طلعي المصادرات هذول المصادرات. حسبنا الله ونعم الوكيل على البلاد. ايش عم تسوي هذول؟ ايش عم تسوي هذول؟ اجى اليوم من السفر شو بعمل؟ انا من اخته مرسيد. ايه ما شو بعمل؟ شو بعمل؟ صح صح مين؟ شو؟ نهار قولي نهار واحد خمسة لا حلوة 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 الحركة حلوة خمسة أربعة ثلاثة مد ايدك ما تتحدوا له ايش في؟ كلام انت اكل الفلافل والله حشات صوره ما كل يوم اقول اليوم عيفه بكره عيفه اليوم عيفه صعب تصور ولا لا رجع لورا خذ رجع تصور تاتي لورا خلي صور تاتي اثنين ما مبين روح مادو اول حاجه اول تكتيك على التعامل خليك واقف بمحلك محلك ما تحركين بس مثل ما الله عملتي قبل ما تدخلي خليك يلا خمسه كنت أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة اثنين اليوم باكلة بس يا أرض يخوض كل جوا فلافل لأنه ما لعبوه كنت أهلا أمو ذي ابو عزاب لحاله خلص صحن العائلي انا وياه خلصنا واحد ما خلصناه طلع شاف انا ومارسيل هو لحاله هذا ما حدا ساعده حرام عليكم صحتين من زمان شفت ابو عزاب عاد صحتين ما شاء الله ابو عزاب طلع الكولا خلصها انا كلها بزدتوا له اياه قدامه طلع ابو عزاب والله نحن بيتزايدنا هيك قدام قدرنا نخلصها طلع طلعنا ما زبق شو دعم خلصها هسا عم تعبها ما عم تفضل خلصنا انا نروح نلعب الالعاب هلا خلصنا الاكل نروح نلعب الالعاب الو اصلا مره لهلا 17599 سياره صارتكم طلعتي لبرا انت علي تقول لي 10 دقائق وخايفه تصيخ ما بقي حدا الا معلي تاكسي تاكسي ما بدي خرا تاكسي يعني انت طلعتي لبرا هلا لا من زمان طلع عشان نص ساعه واقفه ديمو برا الدوري حواليك هيك بلكي تلاقيني من هون هون وين انتو؟ طلع حواليك شفتيني شي؟ لا شلون بدك تشوفيني؟ ايه ولا شافت احماله